ويا ودي لفرقتونا انتوما الشناقه هاي رزقنا الله الشناقه الخير راه الراز السوق ب 500 الف درك الراز السوق بلا ما تخوفوا المواطن وحنا ماشي حنا كنخوفوا راه انتوما اللي كتبيعوا وتشريوا اجي تشوف هنا بسم الله ها 11000 درهم واش باقي غادي الحولين ديالها 850 فرانك هادي قال لك غادي تصدق هذا كي قال لك ريسوني با لا بير بور فير كوم سا الحاجة سوية من 500 كيبيعوها جوج ملايين تعصبوا منا كاع الحاجة سوية لا واش جو اسمع اسمع انا كنشوف واحد المنظر ما كيعجبنيش الحاجة سوية مليون مليون الحاجة سوية من 500 و 500 دابا انا الشناقة بزاف الثمن قاصح شوية السوق قاصح شوية كاين الثمن شريت العجل من 200 مع عند الفلاح كتجي من السوق يطفي من 600 4000 درهم ديالك خلص ضريبات الضوء والماء ركب 5 درهم 4000 درهم كتزيد على المواطن السلام عليكم اليوم غادي نقول لكم السلام عليكم السنين ديال اليماني وغنشوفوا الاجواء السوق هنا الحاولي كيفاش عامل الاجواء واعره تبارك الله مع بدايه جبر الصديق ديالنا شرا هادو 210 هذا 210 هذا 210 هذا 210 هذا 210 كيفاش زكاة اكيد هضر اخاي صغير حنا يعني مزيون لا بحال السلام عليكم السلام خير غاي الله ينورك العب كيفاش جاك السوق اليوم السوق مشاحط اخا والله العظيم السوق الانسان دابا يدور ويشوف باقي باقي هاي ما يكون على الخير ما يكون على الخير شحال شحال كيسمع دار العام 3000 و 300 درهم شحال عطاوك فيها 3000 درهم هما اللي يعطيني هذا يعطيني 3000 درهم بيعلو بيعلو عجبو ما يدولوش ونعال الخير ميكون على الخير ايوا صاح جبت 3000 شنو كتسنى؟ مابقاش عيب غير عيب غير حاول ولكن بلادي بحال الوالدين ديالك عيط ماشي تزيدنا لا كيفاش الناس كيشريو الحاوليه كيفاش كيبيعوا يبيع ويشري انا راه هو راه ترزق الله صاحبي كيدينا الدار ديالو لا لا مرا ليه هذا كيجيب لك الله دابا حنا صاحبي كنهضروا زعما ما كيعرفوش يبيعوا هو راه ماشي بالمليون وهذا راه ماشي عيب وإلا جبر الخروف هذا ب 300 أنا نعطي 3000 درهم ولا عطوني على 50 درهم قدام بيعيد حتى وتخلص إن شاء الله 20 درهم يا خويا حتى تخلص على 50 درهم ويا ودي لفرقتونا أنتوما الشناقة هاي رزقنا الله الشناقة فرقونا أنتوما الشناقة خلونا نبيعوا رزقنا خلونا نبيعوا رزقنا ها هو بيع عيني ها يجي يا خويا يعيد بيه غنزور له ها هو بيع لا نجمع علينا لا نجمع علينا ما لا خليونا نبيعو ما لا ديو هذه الهضره قلتيها لولاد الناس واجي عندي نعرفوها يعيد به ولا ما نقصلوش انا ماشي ودي ما وبابا شوما واي ولا نقص لهاد الناس هادو نقص تنما نقص لهاد الناس شاويلي شاويلي يا ربي يا حبيبي يجيب لي عيد ونشوف تنقص لي عتنقصين امين والله لا نقص لي درهم والله تزيدي عليا والله تزيدي شما كتابة هاي عيد به ها كتابة هاي عيد به تبيعي لي ب 3000 درهم ها تبيعي لي ب 3000 درهم هاي عيد هاي عيد جيب لي لاكارت جيب لا 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 بلاتي بلاتي جيب فلوس والله ترطع بماله ما يجيبش الدراهم وش هاري جيب لي فلوس هذا 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 اخي ابراهيم كيسوى لنا 280 الف فرنك 280 نعم اخي ابراهيم قطعنا لهم 320 ابراهيم تبارك الله سنا الحليب اخي ابراهيم لا هو دابا تبارك الله هو كيهضر على راسه كاين هذا اخي ابراهيم كيسوى 3000 درهم 3000 درهم قطعنا ب 350 ابراهيم جوج سنان هذه كتسوى لنا 2000 درهم اخي ابراهيم يعني الخير موجود الحمد لله خير موجود الحمد لله كل شيء يعيد درويش يعيد اللي عنده يعيد ونطلبوا الله الخير نطلبوا الله الخير دار مع مساء كيف سينا بعدا مزيانه سعيد بخير بخير عبد مزيانه الله يكرمك ولكن كيبان لي الصوت منور عيبك بارك الله فيك كبار بك الله يرحمك اللي كنصور كتقول درتي شي دورات الصباح هذا ضروري يعني كنديروا السيرفيس كيفاش جاك السوق؟ السوق مزيان السوق مخير كاع السوق غير جا تبارك الله كنا كيصبح نور خير موجود اي والله يعني الدرويش يعايد دابا ما كيبقاش الغلا الغلا ما كاين لا غلا بالعكس والله الا كاين رخا الحمد لله اي والله على كل بيت وكرام حتى الدراويش ملي كيسمعوا بحال هكذا راه كيفرحوا كيقولوا الحمد لله وطبيعه الحال الله يا اخي اللي تملي يجي جبال جبال الحولي بحال هذا ب 3000 درهم كان كيعمل 4000 درهم ولا ب 3000 درهم راه كرام والله يا اخي تبارك الله باقي غندخلوا عند سارة وغنشوفوا السوق شنو كاين باش تعرفوا السوق ديال السنين اليماني كيكون عامر وهذا السوق هذا اللي كيجي واعر الصراحه انا كيعجبني جينا هنايا عليها جيت اليوم هنايا كاينه كاينه ماتشة ها
عبد الحق شاور حق تبارك الله عنده شاور فهمتي تبارك الله على الزيلاشي ديالنا الله يبارك فيك الله يجازيك بخير الله يرحمه بعدا كانت واحد الشدري حاد حواله وكان جي مرحبا سيدي الحولي موجود واش غنقول لك شابر شي حاولي الصراحه المليحه شريف شو كاينه مليح ولكن نتمنوا تتسامنيكم متناول الجميع 350 الف فرنك 350 يسواها يسواها 3500 درهم كيسواها يعني اللي كسمعين زينه ماشي كاين اللي كيقول لك عطاو مثلا كيقول لك عطاو 350 يعطيوها كيعطيوها ما بغيناش نبيعوها ب 350 دابا شحال دابا مثلا اخر ثمن هذا شحال تقدر تقطع اخر ثمن يقدر يمشي لك 370 حتى 380 الف فرنك تبارك الله عندك هذا وهذا ثلاثة بيه حق هذا تبارك الله يكون الثمن ديالو تا هو مناسب الثمن شحال الثمن ديالو كيسوا لنا 510 فرق الواحد 510 يعني هذيك 510 مو فاهمه يعني لا جا شي واحد يشري راه ضروري وهذا ماين هذا تبارك الله خميس ساحل هذا عيد ديالنا عيد الاتجاه ديالنا هذه خميس ساحل تبارك الله عاد ظريف هو كيقول لك ما نخوفش الناس كتقول لهم لا لا ما نخوفوش الخير موجود الحمد لله لا لا يعني الحمد لله الحواله موجودين الحواله موجودين الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني الانسان بحال قلت الانسان ما عنده ما يخاف لي برزقه عيد اول خير راس السوق ب 500 الف برك راس السوق لا ما تخوفوا المواطن وحنا ماشي حنا اللي كنخوفوا راه انتم اللي كتبيعوا التريك واش غيعيد مول 300 غيعيد مول 200 غيعيد مول 350 غيعيد كل شيء بلا ما يخاف الانسان الحمد لله غير هو الانسان كيحس براسو بيشري حوالي ما كيتشمتي وصافي موجود يشري حوالي خصو يدير جوده هانيشان هي دابا الناس الحمد لله السوق اليوم تحرك ولا الانسان باقي كيدور باقي السوق بارد شويه باقي بارد باقي المشرى قليله المشرى ما كايناش يعني الله يرحم والدك الله يعزك هادشي اللي كاينه قليله المشرى ايوا الله يجعلهم تحيه اللهم امين يا شيخ الله يعاونك الله يجزيك الله ودابا كاين الناس اللي خصها تشوف الحواله وكاين الناس اللي خصها تشوف بقر ودابا غادي نشوفوا بقر اسمينا شحال واصله ونعملوا شي جوله ربي ما يحاسب صافي عصب سبحان الله هنايا سبحان الله صور جراو عليه باقي لا ديناش هي الغزال ديالي دابا قولي الناس اللي بزاف بهم بلا ما يشريو الحاوليه لا صافي ديزا الضحيه خايدي راه عندها 6 سنين ديزا الضحيه شحال الثمن ديال مليون و 300 مليون و 300 بارك عليهم خلي نساهموا معاهم هذه فيها شي 200 كيلو ديال الهام حاجه مليحه وصغيره ومين تبارك الله هذه فين تربات هذه محات كورطه اخي محمد قولي الاتجاه ديال الناس حاجه ديال البلاد وطبيعيه اخي تبارك الله اي والله اخي من ضرب الكوري عندك شي رخات تما خير موجود الحمد لله اجي تشوف هنا بسم الله 11000 درهم واش باقي هادي الحولي ديالها 850 فرانك هادي قال لك هادي وتصدق هذا كي قال لك ريسوني با لا بير بور فير كوم سا انا موجود انا الخير زيد زيد اودي ها الخير ها 12000 درهم اجي تشوف الكوره عاودك اجي اجي الخير موجود تبرع عليا انا 14000 درهم ايوا شنو كتكون انت في هذا الشيء هذا ها هادي سبعه د الناس وسبعه د الناس 2000 2000 درهم غنشرك معاه حتى انا بيدي ادخل معاهم الله يجعل البركه اولا اجي تشوف عودك انا ما تخافش احنا معاكم الناس الشمال والله تن الفرع والطرح ما البابا مش حاجه انا انتم الدار هاد الكره وماشي غتجي تقول انا شريت العجل اجي تشوف العجل باش المدرسه على العراس هات المناسبه عندي اي حاجه احنا على العامله طور ربي في العمر وحاجه يا اخرى اتنسيون اتنسيون كيجيو للسوق كيخلط ويشري اجي تشوف اللي داز الضحيه هنا تبارك الله هنا صور شنو كان السكون جايز له الا ما كانش عنده هادو جوج وال راه غشوه ولكن ما غشوش هو غشوا نفسهم هنا الا ما عنده جوج سنان شي عيد بسنان الحليب سنان الحليب راه ما دايرش الحليب راه ما جايش ماشي غادي يجي غير يشري يقول لك سريت العجل ها
هاجو سنان شتو؟ إلا هذا دايز، هذا تقليد علينا باش يكون سنان الحلب يبيعوه له. هما معليش اللي داه ما عرفوش ماشي مشكل، ولكن اللي باع له غيتخلد به. خي عبد الرحيم تبارك الله عليك. مرحبا بك، جيتي اثنين، مرحبا بك. هاتني كيفاش عاملة تنا الشتية. والأسمنة شحال واصلة؟ من 1,500,000 حتى 2 ملايين. حاجة مبدلة، شي حاجة مليحة. حنا كنجيب سلعة من الغرب، كنجيب سلعة غليطة. جبت شي حاجة بعتها اليوم، كنجيب سلعة مليحة غليطة. تبارك الله. دراية من 300، من 200,000. كاينة بقرة ب 900، بمليون. يعني دابا الناس بقاو كيتسخروا على حساب العيد. كيتسخروا كيخليوها عندي، يخلصوا الصير ديالها وخليوها عندي. نهار العيد يجي يديها خلص لها الصير ديالها. بالنسبة للسوق هنايا عندك السبت زينات والاثنين، في شوية الغلا. حيت قريب من جا قريب من طنجة، قريب العراياش، قريب الأزايلة، هنا في الغلا. ماشي بحال الغرب، غير شوية سلعة خطراك وسلعة موجودة وسلعة غليطة. هنا لا، هنا شوية الغلا. كندي عيني كيجي آخر من المدينة، كيجي الشاري ما عرف والو، مسكين جاي يدي العيد، كيدخل من باب السوق لين السمسرة، أربعة السمسرة 70 كيديوها عند بيع وشري. شنق كيديوها عند شنق، شنق فاهمين مع 1,000 درهم 50 فرق يعطي والو. كيشبروا السمسرة كيدوروا السوق كامل كيديوها عند شنق. الحاجة تساوي 1,500,000 كيبيعوها 2 ملايين. تعصبوا منا كاع. الحاجة تساوي لا واش جو اسمع اسمع، أنا كنشوف واحد المنطل ما كيعجبني يجي. الحاجة تساوي 1,000,000 الحاجة تساوي 1,500,000 دابا هنا الشنقة بزاف. الشنقة كيغليو السوق، أنا بدي ما كنشريش من هنايا، أنا الشنقة بزاف. كيدخل الفلاح ليان كيتعرمو عليه. الفلاح الحاجة يبيعها من 200,000 كيبيعها من 500,000، علاش؟ كيتعرمو عليه بنادم بزاف. حيت عارف راسو غيشريها غادي يبيعها، حيت عارف بزاف المدينة كيجيو هنايا. أنا ما نقدرش نشري من هنايا خي إبراهيم أخ. يعني السرعة ديالك كنشوف واحد الحاجة ما كتعجبني، لا لا، كنشوف واحد الحاجة ما كتعجبنيش. تنا كتشري العجل، كتشري العجل من 200,000. جيتي من الدار راك ماشي على الثمن، كاين الثمن. شريت العجل من 200,000 مع عند الفلاح. كتجي من السوق يطلع فيه من 600 4,000 درهم ديالك، مخلص الضريبه الضوء والماء، ركب 5 درهم 4,000 درهم كتزيد على المواطن، ودور السوق وساو. انت اللي كتشوف صور، انت اللي كتشوف بيع وشرا كاين هنايا، بيع وشرا والشناقه. ما كاينش شي واحد عنده شي حاجه ديالو هنايا اللي كيبيع وشريو. ها الشناقه هنايا. السلام عليكم. عليكم السلام. سي نبا ديالي مزيان بخير. الله يبارك فيك اسيدي. وكيبان كاين مليح. مليح. والثمن واش كاين شي ثمن اللي كيناسب الناس كاملين؟ الثمن قاصح شويه، السوق قاصح شويه، كاين ثمن. سمعتي كاين ثمن. ودابا تبارك الله شحال واصلين بقرة الصباح هذا؟ هذا الصباح هذا بداها من مليون، لنتا انت انت ماشي تذكر، واصله 1,400,000 1,300,000 1,700,000 650,000 هذه البقرة. يعني دابا كاين مثلا العائلات كيتجمعوا كيشريو دابا مثلا بقار ويعايدوا بها. اي كاين الدار الكبيره 4 الحواله ما كيشريهمش، كاين يشري بقرة ويمشي. سبعه الناس كيتشركوا في البقر. سبعه ياك سبعه معلومه مهمه. سبعه كيتشكروا. والله يعاونوا مسكين. البقر ديالنا ها هو تبارك الله. عندهم مليح تبارك الله. ولا جيتوا سيدي اليماني عقلوا عليه. واخا. لا نسينا المليح. صور مع راسك ولا دير اللي بغيتي. يعني دابا سينا دائما هنايا في السوق، هذا هو الموضع ديالي. هذا الموضع ديالي. شي واحد عنده شي مناسبه شي عرس. عرس ولا طهاره ولا جنازه ولا هذا كيجيو لهنا كيقضيو الغرض من عندي ومن عند ولا من هذا واحد اخر ولا من عند واحد اخر. والله يجعلهم تحيه وشكرا بزاف. وهنايا غادي نقول لكم تلاقاو السوق اللي ماشي ان شاء الله، وكما شفتوا السوق سيدي اليماني تبارك الله الخير موجود، ونتمناو دائما الخير يبقى موجود. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.